أنا لا أريد أن أنا أثقل أن أنا أقول عاوزين نقرأ زي السلف ونختمه في 3 أيام، لا، بس على الأقل محتاجين حتى نضبط ختمتنا تكون كل 40 يوم، والأفضل والأحسن تكون كل شهر جزء كل يوم. طيب هل جزء كل يوم ده صعب علينا؟ شايف والله أعلم أنه مش صعب على نسبة قد تتعدى 90% مننا، أنه إحنا عندنا نص ساعة فاضية في اليوم، عندنا نصات مش نص ساعة، عندنا وقت فاضي إن إحنا نقرأ جزء، أيوة عندنا وقت فاضي.